الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، هذا برنامج عالم الصحافة يأتيكم عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. أنا سهل الغانمي سأكون معكم خلال الساعة القادمة لنقلب في أهم وأبرز العناوين الرياضية الصادرة في الصحافة السعودية لهذا اليوم. العديد من المواضيع والعديد من المنشطات الرياضية التي طالعتنا فيها الصحافة السعودية الصادرة لهذا اليوم. أنتم مشاهدينا الكرام بإمكانكم المشاهدة في هذه المشاركة في هذه الحلقة عبر هاشتاج البرنامج الظاهر في أعلى الشاشة عالم الصحافة. ننتظر مشاركاتكم وطروحاتكم آراءكم بكل حرية وبكل حيادة في حدود اللياقة واحترام الضيوف والمشاركين. الآن مشاهدي الكرام رحبوا معي بضيفي هنا في الاستوديو، الإعلام الرياضي عبد العزيز العمر، حياك الله أستاذي. الله يحييك أخو نايف، سعيد حقيقة بالمشاركة في هذا البرنامج الناجح وفي هذه القناة الرائدة بصحبة الأخ الزميل نايف الروبي. رحبوا معي ايضا بضيفي الاخر الاعلام الرياضي نايف الروقي، حياك الله نايف. اهلا وسهلا، مساء الخير لكم، مساء الخير للزميل العزيز عبد العزيز، ومساء الخير للمشاهدين والمشاهدات، حلقه ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا عديد مواضيع اليوم، عناوين كثيره حفلت فيها الساحه الرياضيه بالتأكيد. في كل الاصعده على مستوى اتحاد كره القدم، على مستوى الانديه النصر والاهلي، الاتحاد يغلي النصر اجتماعات وتحضيرات في كل الاتجاهات. في نهايه الموسم يعني المفروض كان موسم احتفال، ربما الأهلي هو الوحيد الذي الأهلي كبيرهم في الدوري، في النتائج، في الجمهور، في المستويات، في النجوم. الأهلي أثبت فعلا أن تميزه كافة الأصعدة. جميل، طب خلينا نشوف الآن مشاهدينا الكرام أبرز المنشطات الرياضية التي طالعتنا فيها الصحف السعودية لهذا اليوم. في صحيفة الرياضي عنونت رئيس الأهلي طفشوني، الزوهري يكشف للرياضي الأسرار وأسباب حذف الواتساب في حديث البطولة والإنجاز. أما في صحيفة النادي فقد عنونت أجواء الاتحاد خطر ممنوع الاقتراب. الإهلاويون يترقبون مصير ماركينيو، الزويهري وغروس جالسين. إدارة الهلال لشراحيلي تحملتك بما فيه الكفاية. صحيفة الرياضية عنونت اللاعبون مستاؤون من مكافأة كيال، وأحدهم طالب منظمي الرابطة بمنعه من تحية الرائد. 480 ألف ريال تثير المشاكل في الأهلي، وغروس أشترط إبعاد المشرف مقابل التجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، شاهدنا هذه أبرز المنشطات الرياضية التي طالعتنا فيها الصحف السعودية الصادرة اليوم. عبد العزيز، أبرز منشط رياضي لفت انتباهك في الصحف الصادرة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كل المنشطات الموجودة في الصحف حقيقة مثيرة. أنا أعتقد أن في نهاية كل موسم يفترض أن تكون في نهاية في أي دولة وفي أي مجال رياضي يكون الأمور انتهت على يعني بسلاسة، لكن عندنا دائما نهايتنا هي الإثارة وفي قضية الأحداث وقضية الوقائع، سواء كان ما يتعلق بالاتحاد السعودي أو يتعلق بالأندية، وهذا يدل على سوء العمل الذي تنتهجه جميع الأندية حقيقة، أن المشاكل تأتي في آخر شيء. المفروض المشاكل تبدأ ثم يعني تنحصر تدريجيا حتى تختفي.
تكون مرحلة الحصاد. نعم مرحلة الحصاد انتهى الموضوع خلاص، كل الأندية أخذت وضع الطبيعي وكل الأندية مشت على ما رسمته في البداية فانتهت بالنهاية، لكن مع الأسف نحن نبدأ بالمقلوب، فنهايتنا في بدايتنا جيدة ونهايتنا سيئة، وهذا ما يؤسف له. ولذلك لاحظ الآن في الأهلي وهو مثل ما قال الزميل نايف يقول كبيرهم الآن، ما هذا يعني المنشيت كله في إساءات حقيقة لأشخاص وإساءات حتى للكيان. لما نجي للهلال كذلك في مشكلة اللاعب خارج الرحيلي، لما نجي للنصر في مشكلة الرئيس، ولما نجي للاتحاد في مشكلة الأندية. مع الأسف هذا يأتي في نهاية الموسم اللي المفروض العمل كل ماله يعني يتدرج. أليس من الطبيعي يعني في ظل فوز الأهلي الآن بالدوري وكأس ولي العهد وهو الآن ينافس على كأس الملك، هو المنتصر والبقية خاسرون، بطبيعة الحال تكون هناك أفراح في الأهلي ومشاكل. صحيح، علشان كذا نستغرب ليش الأهلي يعني هو بطل، يعني بطل الدوري وهو بعد 33 سنة، ثم أنه هو الآن متأهل ومرشح كبير لأن يحقق بطولة كأس الملك، ومع هذا هناك مشاكل مالية، يعني أقصد مشاكل مالية، اعتراضات اللاعبين والرئيس والطفشوني ما أدري يعني يقصد، لكن إن شاء الله أنها عنوان مثير لا يتعدى. وهناك الجروس يقول يعني أنا أو المشرف يعني اشترط إبعاد المشرف. أنا استغرب هذه المشاكل أو استغرب وقوع مثل هذه الأحداث في نهاية الموسم وخاصة في فريق مثل النادي الأهلي. نايف بالنسبة لي مختلف مع زميل عبد العزيز حقيقة، الأهلي ما لا يعاني من أي مشكلة، أنا مطلع على الأهلي أعرف الأهلي، العنوان الموجود هنا رئيس الأهلي طفشوني هذا كان يقصد فيه جروب عنده بعد خسارة كأس ولي العهد، كان هناك ازعاج من بعض المحبين او جماهير النادي الاهلي، فالعنوان لا يدل على ما في داخل الاهلي. الاهلي رئيس الاهلي بالتحديد شخصيته صراحه شخصيه سلسه، العنوان اللي في الرياضيه طبعا، العنوان الموجود في الرياضي، في الرياضي شخصيه سلسه حتى يكون المتابع يعني معنا يعني في الرياضي. فشخصيه رئيس الاهلي شخصيه سلسه، استطاع بخلال فتره بسيطه كذا يفرض عمله، ايضا يستطيع ان يتواصل مع نجوم الفريق مع الرؤساء السابقين في النادي، فلا ما اشوف ان فيه موضوع ان مشكله. ايضا موضوع طارق كيال، انا بالنسبه لي حقيقه تحفظ على موضوع طارق كيال بشكل كامل. طارق كيال نعرف انه مدير الفريق ومهمته ضبط الفريق، لكن طارق كيال احيانا يتجاوز دور مدير الفريق، نشوفه هو ينزل للملعب، نشوفه بعد احيانا مع المدرب شوي، انا بشوفه بالنسبه لي لو عليه لبسه بقول هذا المدرب الفريق. وهذا لا يعتبر هذا حضور جيد كاداري ومسؤول عن المنظومه الاداريه في الاهلي، لكن احيانا حضور في كل هو بالتاكيد جيد يحسب العمل لطارق كيال، هو قامة وخبرة كبيرة جدا، لكن أحيانا لما أنت تتجاوز الدور المسموح لك أو يلاحظ المشاهد لك أو المتابع المشهد الأهلاوي بين طارق كيال، حتى هناك أصوات كأنها تضمن هذا العمل لطارق كيال، بينما الحقيقة طارق كيال وصل للأهلي متأخرا، والأهلي أصلا منطلق للدوري ومنطلق مستوياته القوية ومستويات نجومه، لذلك الملاحظ بشكل كامل على موضوع طارق كيال. فأنا أتوقع فعلا إذا جروس طالب بإبعاد طارق كيال فهو محق في هذا الجانب، ممكن تجاوز عليه في بعض الصلاحيات الخاصة فيه. لا أنا طبعا أقصد في المشاكل ما ورد في يعني مساعد زهري لا يعلى عليه، يعني من افضل يعني نتفق عليه الرجل اثبت نجاحه حقيقه، جاء في وقت حرج، لكن انا اقصد اللي ورد في الرياض فعلا زي ما قال اخوي نايف، يعني دائما اللي لها الحظوه في الانديه طبعا عند تحقيق البطولات هم يعني ثلاثه اشخاص متدرجين، اللاعبين اولا ثم المدرب ثانيا ثم الرئيس ثالثا. صحيح. مع الاسف في الاهلي اثار كل اثر بالنجاح واخذ يعني هو الأول في كلهم طارق كيال، وكأنه يعني جاء طارق كيال وهو الذي حقق البطولة، هو من الأهلي له ثلاث سنوات هو يحاول يقدم مستويات كبيرة وحقق البطولات بجهد لاعبيه وبقناعة مدربه. أما طارق كيال نعم مشارك في النجاح، لكن لا يعني الآن تصور الجميع من الجماهير ومن المتابعين أن طارق كيال هو سر تحقيق الأهلي لهذه البطولات، وهذا مو صحيح. صحيح، هذا اللي أقصده. لكن تفضل. انا في هو موضوع ممكن للجميع لازم يعرف طارق كيال وصل ترى متاخر الفريق، ما اشرف واشرف ايضا بصلاحيات وبشروط محدده، فالموضوع مش ضد طارق كيال، احنا ضد الاحياء الخلط احيانا بين الادوار في الانديه المحترفه، ترى مسؤول عنهم المدير الفني، فاذا كان المدير الفني له صلاحيات كامله انت كمدير ممكن احنا بالنسبه لنا كلاعبين يحتاجون لضبط اخر سواء خلال التدريبات وغيره، يكون هذا دور الاداري،
أنا أشوف طارق كيال ينزل في الملعب وأحيانا يسحب اللاعبين، هذا لازم إذا فعلا اعترض غروس على هذه النقطة فهو محق. حتى قضية لكن إثارة مثل هالمواضيع الآن في هذا الوقت، الأهلي هو بطل الدوري بطل كأس الولايات والآن يحضر لنهائي كأس الملك، إثارة مثل المواضيع ربما تثير قليل من معليش، احنا هنا عالم الصحافة، ما تنعلق ما كتب في الصحافة، احنا ما نجيب من إن شيء قدامنا سبق لهم إذا في الأخوان في الصحافة الرياضية حصلوا على مثل هذا الخبر فهو سبق لهم جدا. نادي ناجح وتستطيع أن تحصل على شيء من هذا النوع فهذا يحسب لهم حس صحافي رائع صراحة. جميل. نشوف أبرز المنشطات الأخرى. أنا عندي تعليق بس لو تسمح لي عن موضوع خالد شرحيلي. تفضل. أنا جايكم اليوم على أساس أعلق على هذا الموضوع، لأني صراحة اليوم قرأت الصحف كاملة، أنا أحس في تركيز كامل واستقصاد كامل لخالد شرحيلي. يجب أن يعرف الوسط الرياضي إن خالد في شرحيلي. عنوان كامل راح نبرز عنوان كامل للعقوبات الصادرة بال. لا مش عقوبات، أنا شايف اليوم في إدارة النادي. أنا عقوبات وايضا عناوين كامله، هو عامل مشترك في عناوين اليوم. الجميع لازم يعرف خالد شرحيلي وحارس منتخبنا. اذا خالد شرحيلي اخطا في اداره نادي تحاسبه، وايضا هذا اللي صار يعني اداره الاهلي وايضا لازم الهلال حسم، وايضا لازم يعرف الجميع ان انا شفت بعض صار ضد خالد شرحيلي، في ناس اخطوا على خالد شرحيلي، فلازم ايضا يعرفون الوسط الرياضي ان المنتخب الان قادم عندنا مشاركات قويه وان هذا الان حارس المنتخب، فاشعال الجماهير ضده واشعال ايضا استعداد الاداره والوسط الرياضي ضد خالد شرحيلي، الخاسر فيه هو المنتخب. خالد شرحيلي عنده عقد راح يمشي عقد حتى يخلص، ما عندنا ما سبق لاعب عندنا تم فسخ عقده. فأنا أقول لك من الآن إذا خالد شرحيلي إذا تم الاستقصاد هذا بنلعب في المنتخب بدون في ظل انخفاض مستوى حراس الأندية لدينا بنلعب في المنتخب بدون حارس. يعني القضايا تعالج لكن ليس بهذه الطريقة. أنا شايف إن بعض الأسماء الإعلامية المحسوبة على نادي الهلال البعض يطالب بشطبه والبعض بطرده من النادي. النادي الآن أنت عندك لاعبة كده ما يحدث خارج هناك وكيل أعمال له تعاملوا معه اطلبوه حاسبوا اللاعب معكم، لكن بالطريقة اللي تحصل ترى هذه طريقة قتل. خلينا نشوف تعليق عبد العزيز، عنده تعليق تفضل. والله أنا عندي تعليق وزي ما قال الأخ نايف هو الحدث الأكبر في الساحة الرياضي الآن خالد شرحيلي. خالد شرحيلي مع الأسف ما ترك مجال لحد يدافع عنه. يعني أنا بتكلم عن بيان نادي الهلال حقيقة، البيان اللي الكوارثي أو الفضائحي أسميه الفضائحي. طبعا إدارة نادي الهلال هي تتحمل ما بدر من خالد شرحيلي كليا. طبعا أنا ما تحملت أنا إدارة نادي بعد صدور البيان. يعني لاعب له يعني سبق أن وقف منشطات سنتين ثم رجع، ثم البيان طبعا على ما ورد في البيان تسع تقريبا تسع مرات خارج عن النص، ولو خروج طبيعي خروج صراحة مزري. احنا سنتحدث اسمحوا لي بنقطة، سنتحدث في عنوان كامل مفرد للعقوبات التي قرر نادي الهلال وضد شرحيلي، فبالتالي راح نفرض مساحة أكبر لاحقا إن شاء الله. نشوف عنوان أو منشية آخر موجود في صحيفة النادي، أجواء الاتحاد خطر ممنوع الاقتراب. عبد العزيز، الاتحاد يعني حقيقة من تركه منصور البلوي، وانا هذا مو بثناء على منصور البلوي على فكره، بس منصور البلوي ما يعني ترك النادي موجود ترك من ترك لا لا من يعني ترك بشكل رسمي وهجره موجود بشكل او باخر. منصور عبد العزيز ترك بشكل رسمي لما اقيل منصور البلوي زين، وابتعد عن اعضاء الشرف عبد المحسن آل الشيخ وعدد من اعضاء الشرف الداعمين تركوه، والاتحاد خطر. طبعا احنا لما نتكلم في قضيه الاتحاد الان، طبعا انا اعتبر من جاء طبعا بالذات من جاء ابراهيم البلوي، انا اعتقد ان ابراهيم البلوي خذل واكثر من واكبر من خذل منصور البلوي. منصور البلوي اعلن ميزانيه مفتوحه وسيعالج واصرح، وهذا مبصر موجود في الاعلام موجود في اليوتيوب ان البلوي قال ابراهيم البلوي اليس هو الوجه الاخر لمنصور في الاتحاد؟ يعني هو داعمه. شوف احنا معروف عندنا في النصر في الهلال كل رئيس وله داعم، كل رئيس له دعم، مو بلازم يدعم الرئيس. ابراهيم حمدان بلوي يقف خلفه وكان اكبر داعم له. ممكن هو موجود في المشهد الاتحادي بشكل اخر. الان ليس موجود في المشهد الاتحادي. لا بس اعلن منصور بلوي ليس موجود.
مو موجود بس إن أعلن منصور قال ديون الاتحاد ستكون صفر وستكون ميزانية مفتوحة، هو أعلنها منصور وهذا شقيق. كم ديون الاتحاد؟ ولان ديون على ما 260 مليون، لكن هو وعد تكون صفر. وعد تكون صفر، هو اللي أعلنوا كثير ترى، اللي أعلنوا على موضوع الديون كثيرين جدا. موضوع الاتحاد ترى يعني حتى ما نظلم إبراهيم البلوي اجتهد، لكن كاريزما إبراهيم البلوي ليست كاريزما بيقود فريق مليء بالمشاكل. الاتحاد مشاكله من إدارات سابقة، ديون متراكمة هم الآن يسددون، بدأوا في عملية تسديد الديون الخارجية وأيضا بعض الأشياء الداخلية، لكن أيضا عندهم استحقاقات يعني مطالبين فيها، لكن ما راح يقدرون يوصلون لأن الديون بعضها تراكم من عام 2010 أو 2011، وقضية سوزا وقضية الشربيني قضية كبيرة جدا يعني يصعب حلها موضوع الاتحاد. أضف إلى ذلك أن الاتحاد لا يمتلك فريق داخل الملعب، وهذه مشكلة الاتحاد. كان يعالج أموره ومشى معه في الدوري حتى مركز متقدم، لكن لا يمتلك الاتحاد نجوم كالأهلي والنصر والهلال. لاعبين في الاتحاد مستوياتهم أقل بكثير من الأندية الأخرى، لذلك بعد كل خسارة يكون فيه ردة فعل قوية، والضحية دائما هو الاتحاد. أقيلوا الإدارة، جيبوا الإدارة، هناك ما يسمى بالنجوم الفريق. أحيانا مباراتهم اللي فيه كأس الملك لو انتصروا فيها أتوقع ما راح تكون ردة الفعل بهذه القوة. طبعا مشاهدينا الكرام بإمكانكم المشاركة عبر هاشتاج البرنامج عالم الصحافة الظاهر على الشاشة. الآن نشوف العناوين الرئيسية لهذه الحلقة والصادرة في الصحف السعودية لهذا اليوم. في صحيفة الرياض الرابطة تجتمع بالأندية نهاية مايو، مهمة الإشراف على الأخضر تنحصر بين البطي وكيال. أما صحيفة عكاظ فقد ذكرت بأن الداعم يتكفل بسداد 30% وكرسي الرئاسة شاغر ولجنة لتقصي الحقائق، ديون النصر 200 مليون. في صحيفة الشرق الأوسط حسم أعلى نسبة من مرتبه وتحويله للانفرادي، الهلال يعاقب شرحيلي بسبب الغياب 9 مرات. في صحيفة الجزيرة الشرفيون ينتظرون نتائج التحقيق المالي للترشح لرئاسة العميد، جماهير الاتحاد تطالب البلوي بالرحيل وتنسيق عدد كبير من اللاعبين الموسم المقبل. إذن كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في الصحافة السعودية لهذا اليوم. نأخذ العنوان الأول من صحيفة الرياض. إن حصرت مهمة المشرف على المنتخب السعودي على المحلل الرياضي عادل البطي والإداري طارق كيال بعد اعتذار رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد عن الإشراف بعد طلب أعضاء الاتحاد استلامه، ولكنه شرح لهم ظروفه التي تمنعه عن المنصب. وتواصل اللجنة المشكلة من ثلاثي مجلس الإدارة دكتور صلاح السقا وخالد الزيد وعدنان المعابد مراجعة البرنامج الخاص بمدرب المنتخب بيرت مرفيك لمناقشة بعض المراحل من معسكرات ومباريات ودية، ومن ثم عرضه على اتحاد الكرة في اجتماعه السبت المقبل في جدة بعد نهاية التتويج لبطل دوري عبد اللطيف جميل.
وكان المدرب الهولندي قد غادر إلى بلاده عقب مواجهة الأهلي والهلال. من جهة ثانية، حددت رابطة دوري المحترفين نهاية شهر مايو الحالي موعدا لعقد اجتماع مجلس إدارة الرابطة والأندية المحترفة للإطلاع على النظام الأساسي بعد اعتماده من الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الأخير، وبهدف تطبيق لائحة اختيار الرئيس الجديد للرابطة، إما بتزكية ياسر المسحل أو انتخابه رئيسا جديدا من قبل الأندية. وتشير مصادر الرياض إلى أن الأندية متفقة بصورة نهائية على تسلم المسحل مهام رئاسة رابطة المحترفين رسميا لمدة 4 أعوام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذا كان هذا هو العنوان في صحيفة الرياض والتي تحدثت عن رابطة الأندية السعودية وأيضا مهمة الإشراف على الأخضر، ربما أصبحت معضلة نايف. المشكلة أن أصبح في من يشرف على المنتخب في الفترة القادمة المعسكر. أنا يبدو لي منصب مشرف هذا بسبب مشاكل في المنتخب. المنتخب الآن مستقر ويمشي بشكل صحيح، فماني بعرف عادل البطي وطارق كيان مكان احترام لهم، لماذا اختاروهم في هذا الوقت؟ اعتذر احمد عيد، في اعضاء في الاتحاد السعودي لكره القدم، لكن تقديس هذا المنصب مدير ومشرف على كره القدم ايضا بيجلب مشاكل. ترى المنتخب الان بجهازه الفني يسير بشكل ايجابي بعد معاناه، يعني في فتره من الفترات السابقه ما كان عندنا منتخب، ما كان عندنا نتائج جيده. أنا ما أقول أن النتائج الآن إيجابية وأنها، لكن استطاع الآن تشكيل هوية للمنتخب بالتأكيد. أفضل من ذي قبل. فالمفترض الآن نحافظ على هالشيء هذا، مو معناته أن نزيده. أنا متأكد، وأنا صراحة إذا لو خيرت بين الاثنين أختار عادل البطي ما أختار طارق كيان. فالموضوع هذا اللي كأنك تعاملهم طلاب ومعلمهم، ما يصلح. هناك مدرب وهناك برنامج معلن وأيضا جهاز فني كامل. فمستغرب عملية التقديس لهذا المنصب، منصب مشرف على الفريق، لاعبين محترفين وايضا جهاز فني، والجميع يتجه بمسار ايجابي وان شاء الله يتحقق بالتاهل لكاس العالم، لكن اتوقع ان هذا بيسبب مشكله كبيره جدا للمنتخب السعودي هذا المنصب. جميل، تعليق عبد العزيز. انا اعتقد ان الحديث عن منصب المشرف على منتخب الاول كره القدم جاء بعد المعضلات اللي صارت للمعسكرات المنتخب السابقه في خروج بعض اللاعبين او بعض اللاعبين عدم، يعني المشرف هذا يعني بيجيبهم من لا بيته. لا الأمر لا لا الامر قد يحتاج الى حزم، اتوقع انه يحتاج الى فعلا الى حزم. وكذلك حتى مظهر المنتخب السعودي مع الاسف، يعني مو مظهر منتخب يمثل المملكه العربيه السعوديه، سواء كان كاريزمتهم كلاعبين بدخولهم معسكر بلباس يعني لا يليق، او مشاكل داخل المنتخب. فاعتقد ان بهذا الشيء يعني نحتاج ان يكون في اداري يعني مشرف قوي، مع انهم لاعبين محترفين لازم يتقبلون الامر هذا. هو طبعا لا نعتقد ان وجود مشرف معناته انكم سيئين ولا عدم منضبطين، لكن هناك نوعيه من اللاعبين في المنتخب لابد ان يكون هناك مشرف قوي شخصيه يعني يجمع بين الاحترام وال. ما هو الدافع في اعتذار احمد عيد؟ انا ما اتوقع احمد عيد الان، اعتذار احمد عيد ما علله بظروفه، لكن في الوقت هذا بامكانه احمد عيد يعين شخص اخر. لكن تعقيبا على حديثك، مدير الفريق يقول انضباط، ما له شغل هم انضبطوا لانهم في انديتهم ما انضبطوا. انا اعرف ما يصير في الانديه، هو يغيب اليوم يجيك بكره ويلعب. موضوع لبسه هذا حريه الاداره، اذا اداره النادي والمدرب والمشرف يعرف ان اللاعب والله البارح سهران والله غايب عن التمرين وبكره حيلعب مباراه مصيريه، اذا هذه مصيبه. انا اقول لك الان هم في المنتخب لانهم غير منضبطين في انديتهم. لو كانوا منضبطين في انديتهم انضبطوا في المنتخب، هذا اولا. الثاني صدقني لو جابوا اي مدرب وغير منضبطين ما راح ينضبطون. عشان كذا احنا نطالب في الانديه يكون اداريين عندنا اقوياء. يعني الشيء الاخر، انا اشوف رده فعل غير ايجابيه حقيقه. لازم نتعامل مع هذا الجيل، هذا العصر، في الفترة دي بالتحديد، لاعبين ترى بعضهم 22 سنة 23 سنة، لازم نعاملهم على الوقت الحالي هذا، بطريقة لبسهم وطريقة، هو فعلا خاص فيهم، لكن هذا اللي هي المرحلة الموجود. أنا ما أطالبهم مثلا بال 94 وش كانوا يحضرون أو غيره، يجب أحيانا نعطي المرحلة حقها. احنا الآن ما راح نطالبهم بأكثر منهم يساهمون في تأهل المنتخب، عندهم القدرات والامكانيات انهم ان شاء الله يساهمون فيه. موضوع الضبط وهذا انا اتوقع راح يثير هذا المركز او هذا المنصب مشكله اكثر من الفائده، لان لاعب انا جلست ببيتنا بيجيبني المشرف
في شغلة ثانية اسمح لي في شغلة ثانية. أنا من وجهة نظري إنه اللاعب لما يلعب مع المنتخب ويلعب مع النادي في فرق. أنت الآن قاعد تمثل بلد، قبل ما تمثل النادي قاعد تمثل البلد، لازم تكون عندك مسؤولية واستشعار بالمسؤولية تجاه هذا البلد وتجاه الرياضيين بصفة عامة. بالتالي لازم إنك ليش تكون منضبط، حتى الإدارة لازم تكون حازمة، القرارات تنفذ. صحيح، لكن أنت جايبه من النادي برضو، هو جاي هو جايك من نادي. أنا أقصد معروف، أنت أكيد عندك طلعة وتعرف أشياء. هذا هو جايك من نادي غير منضبط يا رجل. ترى في أندية رؤساء أندية التمرين على متى يصحى يوقت؟ خلوه يبدأ 6:30، خلوه يبدأ 7. على ما اللاعب تمرين الفريق. الأندية عندنا ما هي محترفة، فأنا هاللاعب هذا بين عشية محترفة ماديا فقط، بين عشية وضحاها. حتى اللاعب نقول له محترف ويراقب عليه واحد موظف مؤسسة البريد ولا فلت صلاة، هو ما يعرف احتراف ايش. اذا احنا تفضل عبد العزيز. دائما منضبط، شوف غير منضبط خارجيا لن ينضبط داخل الملعب. عشان كذا احنا نبغى في الأندية إداريين أقوياء، إداريين يعني طبعا أقوياء يقدرون يسيطرون على اللاعب داخل خارج الملعب. لأن اللاعب مهما كان، وفي أمثلة كثيرة لاعبين غير منضبطين خارج الملعب تلقاهم ما ينضبطون داخل الملعب. ونذكر نموذج بعد قليل نتكلم في خالد شراحي اللي كان نموذج، وكثير من اللاعبين بهذه الطريقة لا ينضبط داخل خارج الملعب، تلقاه في الملعب إما ما يطبق التدريب، ما يطبق التكتيك على الوجه المطلوب، ولا حتى يصاب. يعني كثرة إصاباته، وهذا دليل على ما يحدث خارج الملعب. طبعا في العديد من التغريدات عبر هاشتاج البرنامج. حمد الحمداء في هاشتاج البرنامج ذكر أعجبني في ضيف البرنامج ذكرهم الآراء بجراءة وعن قناعة دون تعصب، مقنعين. أيضا من المشاركات تاء المتعب، افرد اسمه في تويتر بمتعب، تابع مباريات الحرس الفتوبة غتراس واعملوا مقارنة لتعرفوا الفارق في المستوى الرياضي والأخلاقي. محمد المتحمي سؤال يفرض نفسه على الجميع، هل أصبحت الاعتذارات ديدا الجميع في عدم الإشراف على المنتخب، ولماذا هذا العزوف؟ إذن هذا جزء من المشاركة عبر هاشتاج البرنامج عالم الصحافة. نشوف العنوان الآخر في صحيفة الشرق الأوسط، في صحيفة عكاظ عفوا، في صحيفة عكاظ الدعم يتكفل بسداد 30% وكرسي الرئاسة شاغر ولجنة لتقصي الحقائق، ديون النصر 200 مليون. علمت عكاظ من مصادرها الخاصة أن الأوضاع المالية في نادي النصر متأزمة بسبب الديون التي تركتها إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي المستقيل، والبلغة 200 مليون منها 168 مليونا معلنة بشكل رسمي بعد أن رفض بعض أعضاء الشرف سداد كامل المبلغ. رغم تكفل العضو الداعم للنادي بسداد 30% من إجمالي المبلغ، ما أجبر بعض الأسماء المرشحة لخلافة فيصل بن تركي على العدول على التقدم لرئاسة النادي، إذ طالب بعض الشرفيين بتدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمراجعة المركز المالي للإدارة الحالية. وشهدت الساعة الماضية اجتماعات ومشاورات وتواصل بين أمراء ورجال أعمال لإيجاد آلية لاحتواء الوضع الحالي وإخراج النادي بأقل الخسائر، خصوصا أن ميزانية النادي المرصودة للموسم الرياضي الجديد 150 مليونا على أن يتم سداد نحو 180 مليونا قيمة عقود ولاعبين. وكانت الهيئة العامة للرياضة شكلت أمس لجنة لتقصي الحقائق للإطلاع على حسابات النادي تمهيدا لرفع تقرير نهائي للأمير عبد الله ابن مساعد. إذن كان هذا هو العنوان في صحيفة عكاظ التي أفردت هذا الموضوع كما ذكرت بمصادرها الخاصة. تحدثت في الشأن النصراوي بعد خلو كرسي الرئاسة باستقالة الأمير فيصل بن تركي. عبد العزيز، النصر ربما يغلي؟
طبعا ما يحدث النصر طبيعي جدا. قضية الديون ترى يعني يمكن 151 نادي كلها مديونة يعني, لكن نسبة تناسب. النصر حقيقة فيصل متركي وإن كان وضع فريق من خاصة اللاعبين المحليين لا يقهر, وفريق قوي, الظروف ما ساعدت أن يحقق بطولات السنة هذه, لكن فريق قوي وجاب لاعبين. صحيح أنه مبالغة في بعض العقود وصلت 50 مليون وأكثر, لكن بنى فريق قوي. أما قضية الديون, هذه الديون طبعا احنا لما يعني لازم لا نحمل فيصل متركي قضية الديون. أول شيء الديون هي سبب يعني بسبب أنها جاب لاعبين وصح بعض العقود باهظة, لكن الأمير فيصل متركي دفع. لا بد أن نعرف أن الأمير دفع أموال, وسواء كان مكافآت بطولات ولا مكافآت يعني للاعبين أو عقود لاعبين دفع من عنده. فلذلك طبيعي أن نادي مثل نادي النصر بهذه العقود يعني خلال فترة سنتين أو ثلاث سنوات جاب له تقريبا ما يقل عن 8 نجوم يتعدوا رواتهم, تعدى رواتهم على 700,000 فطبيعي أن تكون هذه الديون. ويعني هذا ليس نادي فيصل متركي, هذا نادي النصر مشتركين فيه أعضاء هو وأعضاء مجلس إدارة والشرفيين اللي تكفلوا. هو الآن مستقيل يعني, مستقيل يعني ما عنده شيء في النادي الآن. لا لا يعني أنا أستغرب حقيقة يعني فيصل عبد الرحمن مساعد يوم ترك النادي زربوه بالديون, وفيصل متركي يبدو أنه يعني متجهين لأنهم يعني يحملونه قضية الديون. هذه الديون أو هذه الأموال للنادي صرفت على النادي, صرفت على نجومه. فيصل متركي ما راح هو عبد الرحمن مساعد حطها في جيبه. فيصل متركي دفع, دفعنا اللي اسمع عنده في حدود 200 مليون, عبد الرحمن مساعد دفع 300 مليون. فهذه الامور طبيعيه, لكن ليس من الاجدر انه يعني سد الديون اللي كانت موجوده. كيف مش الافضل انه يسد الديون بحيث هو قال هو حتى حتى الرئيس القادم ياتي على خطط ينفذ خططه وبرامجه بشكل سهل. هو طبعا وعد, هو انا سمعت له يعني شفت له مقطع فيصل متركي سأل احد المضيف احد البرامج المشهوره قال اذا مشيت ديون ستكون صفر. وقال الكلام هذا, لكن اعتقد انه صعب يعني انه طبعا عمليه التسهيل الكبيره عند اخوي عبد العزيز. انا ودي اكون رئيس ناديه واحملهم 500 مليون وامشي وتاخذ الشغل, وترى ما جبت البيت انا هم جايبينك رئيس نادي, انت الان جاي رئيس نادي ليه تحمل النادي ديون وتمشي؟ مو صحيح. استاذ الرئاسه العام رعايه الشام ما توافق على اي رئيس نادي يقدم استقالته وعنده ديون او قوائم ماليه غير واضحه. الان الحاصل في اعضاء في نادي النصر بالتحديد الزميل عادل ما جاب شيء جديد, محترامي موجود هذا في النصر, وفي اجتماعات يتم تداولها احصائيه للمديونيات الموجوده على النادي. مشكله النصر بدات من قبل نهايه الموسم الماضي والجميع تكلم فيها. اي واحد تكلم فيها يا رجل جاه وابل من شبيحة تويتر, من بعض الزملاء الإعلاميين, جاء شتم, جاء أي شيء يخطر على بالك شتموا فيه. تحدثنا في نهاية الموسم الماضي أن وضع النصر في خطر, أن النصر يتجه لطريق خطأ. النصر هذا الموسم موسم كامل سد 3 رواتب فقط. هذا من بعد كأس السوبر؟ لم يسدد إلا 3 رواتب فقط. الآن الديون الموجودة على النصر وهبوط معنويات لاعب النصر ونجوم من النصر, النصر لو كان 60% من مستواه الموسم الماضي أنا متأكد لك يحقق الدوري يا رجل منتخب. فالوضع اللي صاير في النصر الآن, طب نايف أنت الوضع المالي الآن في النصر أنا أقول لك أنه معسكري كأنه تحدي. أنا خلاص بمشي. فصل الأمر يعني أنت, لا أنت مطلع على الوضع النصراوي, وربما هنالك فريقين كل فريق قاعد يشتغل على الثاني, وفي النهاية الخسران هو النادي والجمهور. للأسف وتعودنا في النصر على هذه المعسكرات سبحان الله, يعني لازم واحد يمين واحد يسار. الآن موجودين عالم مكان الأمير فيصل بن تركي ومالي مستقيل كنا في أخطاء, فقالوا ذولا حاقدين وحاسدين وألفاظ بذيئة, لكن لما استقال الأمير فيصل بن تركي النغمة اللي نسمعها خلوا الداعم يسدد. النغمة اللي نسمعها الآن خلوا الشرفين سدد, جيبوا الإدارة الجديدة. يا عزيزي أنا لو أنا إدارة جديدة ما راح أدخل الآن حتى أعرف وش الديون وأعرف موقف الإدارة السابقة من هذه الديون. لا يمكن أنا أجي وأخذ ديون سابقة 180 مليون أو 200 مليون وأنا عندي متطلبات تصل إلى 150 مليون للموسم القادم. طب وإذا كان يعني فيصل متركي خذل من بعض أعضاء الشرف اللي هذا السؤال خليه يطلع معلش يعني لا لما تقول لي شيل مدرب ولا وقف دعمي ولا جيب كذا ولا وقف دعمي
ثم في المقابل يتفاجأ بأن يعني المادة توقف عنها، هنا المشكلة. عبد العزيز، هل تعتقد أنت أن فيصل بن تركي خذل من أعضاء الشرف؟ والله اللي أنا أسمع، وأنا يعني الرياضة ما هي بسر، والكرة هذه ما هي بسر، حتى كل الأندية، حتى سواء أنا هلالي ولا نائب نصراوي، نعرف أسرار بعض ونعرف اللي ما يدور في الساحة الرياضية. نعم، يعني يفرضون عليه. كيف خذل؟ خذل أنه وعد بدعم بداية الموسم، ولكن لأنه يعني فرض كمثال يعني دي سيلفا أنه ما شال مدرب سيلفا ووقفوا الدعم عنه، ولا زعلوا عليه يوم بطولة سوبر ما استعديت كويس ثم نوقف الدعم عنه، فتورط تجمعت الديون، هذه ما صارت مع النصر. أفهم من كلامك عبد العزيز والاتحاد صارت في الهلال يعني. أفهم من كلامك أنه فيصل بن تركي همش أعضاء الشرف؟ ما همش أعضاء الشرف، لكن أنت لما ترشعني كرئيس وتأيدي كرئيس، عطني وثق فيني وخلني أعمل. أما يعني تحطني رئيس ثم يعني تبغاني أعمل مثل ما تريد. واضحة. أنا السؤال اللي أطرحك فيه، اسمح لي، فيصل بن تركي نايف، هل كان علاقته مع أعضاء الشرف جيدة؟ كان في تعاون؟ شوف، مشكلة النصراويين بدأت من المدرب دا سيلفا والاستعداد كان بداية الموسم. الآن النصر لا يعاني مشكلة، البعض يصورها أنت كعضو شرف، أنا لما أفشل في التواصل معك كعضو شرف فأنا المشكلة عندي. احنا الان شفنا الاهلي، الرئيس استقال وحضر رئيس اخر، كان ما شفنا شيء، يعني مرحله لا مباشره، واصل العجله استمرت، واصل المسيره. فهذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص في النصر الان. اي رئيس نادي، انا اجي اي رئيس نادي ويكون عندي اخطاء على طول مباشره لاعضاء الشرف. انت مهمتك كرئيس نادي ايش هي؟ تجلب عقود استثمار، تجلب اعضاء الشرف في صفك، تكسب الجماهير في صفك، تعالج المشاكل الموجودة عندك. لكن بالطريقة هذه النصر، أهم شيء عند النصر هي لجنة الاستثمار، وهي لجنة فاشلة، لجنة ما شفنا لها شيء، فشلت اللجنة. النصر كان 2014 معلن موقع النادي، ومع ذلك يتم مجاملة هذه اللجنة واستمرت. الآن وين؟ ما عند النصر إلا عقد موبايلي، وعقد ضعيف جدا لا يقارن بالنصر. هل خسر فيصل بن تركي أعضاء الشرف؟ بالتأكيد. من ابرز اعضاء الشرف؟ كثير اعضاء الشرف، واضح احنا شفنا اعضاء الشرف بعضهم انسحب ووقف الدعم في النصر، واللي احنا شايفينه من بدايه الموسم. من بدايه الموسم، وهذا سبب وبالاصح نهايه الموسم الماضي. وهذا المشكله الان اللي صايره في النصر، مشكله النصر ترى مختلفه عن كل الانديه. مشكله النصر الرمزيه هذه قاتله. يعني أنا شايف الآن، ما قلنا الأمير فيصل بن تركي، الأمير فيصل بن تركي قدم جهد يشكر عليه، قدم دعم، لا أحد يختلف على هذا، قدم دعم، قدم الرجل وقته، قدم صحته، قدم أشياء كثيرة. لكن هناك من يحيط بالأمير فيصل بن تركي لهم نسبة كبيرة جدا جدا في الأخطاء اللي ترتكب. الآن لو تطلع على المشهد النصراوي يخيل لك حرب يا رجل. وين الإدارة السابقة؟ ليش الإدارة السابقة ما طلعت؟ لنفترض ما فيه إدارة، هذه الإدارة تفركشت. الآن الموجود الآن في النصر، لو بقي الأمير فيصل بن تركي هذه الديون ستتراكم أكثر. لا يوجد دعم شرفي، لا يوجد مصادر تمويل للنادي مادية، لا يوجد حلول للمشاكل القادمة أيضا حتى على صعيد الاستقطابات. في أكثر من خانة النصر محتاج لها شيء كبير ما فيه. عبد العزيز، الأروقة النصراوية تشهد اجتماعات ومشاورات وتواصل بين مجموعة من رجال الأعمال والأمراء لاحتواء الوضع الحالي. شوف النصر، أنا من زمان أقول الكلام هذا، النصر ليس فريق فقير أبدا. النصر فريق ترى من أغنى الأندية، عنده أعضاء شرف يمكن الجمهور النصر يعرفهم بأسمائهم زين، وهم ما يطلعون في الصورة، لكن من أفضل. وأعتقد أنا خلال أيام كل أمور النصر ستعود طبيعية جدا، وستسدد الديون، وسيقوم النصر ما يتركون ناديهم. أعضاء شرف النصر يعني مميزين وداعمين ويحبون ناديهم، ولا أعتقد أنهم يتركون ناديهم يعني يعاني أكثر مما عانى. أنا بس برجع لكلمة أخوي نايف عن قضية الأهلي. يعني الأهلي ترى ما عنده عضو شرف واحد، ما قد سمعنا عنده أعضاء شرف أبد، ولذلك أقل المشاكل عند الأهلي. هو عنده مشاكل لكن قليلة جدا. عنده الأمير خالد بن عبد الله الرمز، عنده غيره؟ عنده بشر، ما عنده أحد. هو الاخر الامير خالد بن عبد الله، محمد عبد الله الفيصل، ما محمد، انا اتكلم يعني الان
الآن وحتى تركي محمد عبد الموجود ما يسوي شيء. شوفوا كل شيء أنا أتوقع يعني أنا رأيي إن خالد قصدك إن موجود عندهم كبير هو ما في غيره ما عندهم كبير وصغير عندهم كبير واحد ترى الإدارة الحالية سمو الأمير خادم عبد الله نعم سمو خادم عبد الله هو سند الأهلي الإدارة الحالية ترى الإدارة الحالية ترى اختلفت ضد سياسة الأهلي على الإدارات السابقة. أي واحد متابع المشهد الأهلاوي يلاحظ أن في تغير في سياسة الإدارة. شوف عند الأمير خالد عبد الله ما في أحد يتدخل ولا في أحد حتى الدعم لا اختلف حتى على صعيد التعامل على صعيد الإعلامي على صعيد قضايا النادي كان الأهلي راقي وهادي ويتنازل أحيانا عن حقوقه. نايف سؤال أخير من تتوقع يعني ترشح لرئاسة هذا النصر؟ أنا بالنسبة لي ما يهمني ترشح رئاسة النصر. وضع النصر أنا متفائل فيه كبير جدا. فيها أسماء موجودة في النصر، في داعمين في النصر، في رجال الآن موجودين في النصر. الفرق بس الآن الموضوع العائق أمام أعضاء شرف النصر هو عملية إحصاء ديون ومعرفة أمير تركي بن اسمه أمير تركي بن ناصر في أكثر من شوف في رئاسة على فكرة ترى الأسماء اللي تطرح وأنها اعتذر وما اعتذر أحيانا البعض للتمويه وأحيانا البعض فعلا ما عرض عليه يعني تغريدة الأمير الوليد بن بدر في تويتر تمويه. شوف الأمير الوليد بن بدر من أذكى الناس الآن النصراوي هو اعتذر واعتذر باسم فيصل عبد الرحمن واعتذر باسم الأمير طلال بن بدر هو ذكي أنا ما أتوقع أن الأمير فيصل بن عبد الرحمن رجل يعني معروف في الوسط الرياضي لو بيعتذر اعتذر هو وذكر بنفسه أيضا الأمير طلال بن بدر ما غريب على المشهد النصراوي والإعلامي لذلك ممكن كان يسعى أو يهدف لأشياء أبعد من كذا. الفريق الآن يستعد لنهائي كأس الملك وأيضا عملية التصعيد الحاصل من جمهور النصر وإعلام النصر على مين الإدارة هذا ممكن تسقط الفريق في نهائي كأس الملك. لذلك بتغريدته ممكن الآن أنا نعرف أن بعض الجمهور الآن فيه أقول لك فيه من يحرض هذا الجمهور ضد بعض الأسماء الموجودة في الوسط الرياضي مثلا الإدارات السابقة ما تنفع تدير النادي حاليا النادي تغير لابد أن تكون إدارة ففيه فعلا شيء ضد الإدارات السابقة لا ترجع. الوقت ضائع لك مشاركة بس أنا يعني بشكل سريع عشان روح يعني إذا أراد النصر النجاح وأراد أن يعود النصر يعني كما كان عام قبل على أن يعني يرشحهم رئيس جديد لهذا النكيان يعني عودة الأمير فيصل عبد الرحمن لرئاسة النصر أنا أعتقد أنها سترجع بالنصر 10 سنوات خلف عودة الحكم مسبق أنا أتوقع حكم مسبق أنا أتوقع يعني هو من أنجح الرؤساء في الوسط الرياضي أنا هذا توقع هم النصراويين أصلا المقسمين الناس متفائلة والناس غير متفائلة في الفترة القادمة دائما الرئيس الجديد اللي جايك بحماس أو شباب وجاي بحماس ومع داعمين زين هذا بينجح شو شفناه تجربة في الهلال في النصر لكن الأمور اختلفت مش مجرد حماس إذا ما في دعم مادي الحماس هي عندك فلوس بيطلع لك نادي من درجة ثانية راح يحقق كل البطولات غير الأمر لازم شوف الهلال والشباب والنصر والاتحاد والأهلي إذا ما جاء رئيس كاش يملك مادة ويملك مبالغ فلا أعتقد أنه بينجح. جميل. العنوان الآخر في صحيفة الشرق الأوسط في صحيفة الشرق الأوسط تحدثت عن اللاعب خالد شراحيلي وعنوانات الهلال يعاقب شراحيلي بسبب الغياب 9 مباريات. قرر مجلس إدارة نادي الهلال مساء أمس الاثنين فرض عقوبة على حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم خالد شراحيلي بأداء تدريبات انفرادية على فترتين صباحية ومسائية في مقر النادي وخصم أعلى نسبة من مرتبه وفق اللائحة الداخلية بناء على تقارير الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم ونظير عدم انضباطه مؤخرا وارتكابه تجاوزات يرفضها الجميع تكررت 9 مرات في الموسم الرياضي الحالي حيث تعاملت إدارة كرة القدم بقيادة فادي المفرج مع التجاوزات السابقة باحترافية وسعت لتقييم سلوك اللاعب وعملت على عدم تكرار تجاوزاته بيد أن اللاعب وصل ارتكاب الكثير من المخالفات دون أدنى مسؤولية حيث أن ما قام به شراحيلي ينافي مساعي مجلس الإدارة بأن يمثل الهلال اللاعب المتميز داخل الملعب والمنضبط سلوكيا خارج الملعب.
إذن كان هذا هو العنوان الذي تحدث عن العقوبة التي أصدرتها إدارة نادي الهلال تجاه لاعبه خالد شرحيلي. خالد شرحيلي اليوم كان متواجد في معظم العناوين والمنشطات الرياضية في الصحافة السعودية الصادرة. نايف، وين المشكلة مع خالد شرحيلي؟ لا يوجد مشكلة. خالد لاعب خارج الملعب غير منضبط، نعم نتفق عنده مشاكل، لكن أنا شايف الرد هذه مشكلة. طيب أيوة أنا أقول مشاكل هذه مشكلة. لا شوف، هي لاعب عندك وتكررت منه وأنت ما عالجت هذا الشيء. خالد شرحيلي لاعب محترف عنده مدير أعماله، افترض إدارة الهلال من أول مشكلة جلست مع اللاعب. طبعا موضوع المنشطات انتهى، فكثير من اللاعبين حصل لهم هذا الشيء وعادوا. المشكلة في الإدارات الأندية دائما رد الفعل عندها دائما يقاس على ما سيحدث خارج وبالتحديد الجمهور. موضوع خالد شرحيلي كان أمس أو في ساعات متأخرة، الهلاليين مباشرة أصدروا بيان وأدانوا اللاعب فيه وحسهم. ومفترض في مثل هذه الحالات، طبعا أنا ما زلت مع خالد شرحيلي. ليه؟ لأني شايف أن في هجوم إعلامي وهجوم أيضا جماهير كبير على خالد شرحيلي، رغم اللي يعرف أن خالد شرحيلي كان في هناك من أخطأ على خالد شرحيلي. يجب أن نعرف أخوي، أنت ممكن تطلع في الشارع مرة واحد يجيك كونك شخصية يعني مشهورة، تعرض للاعتداء، تعرض للاستفزاز. فالناس بعض العالم يستطيع التعامل مع هذا الموقف والبعض الآخر لا. في موضوع خالد شرحيلي هناك من أخطأ على خالد شرحيلي، بغض النظر إيش كان الموقف وإيش كان يعني والذي حدث فيه. خالد شرحيلي في هذه الحالة أنا أشوف أن الآن مركز عليه تركيز كامل. عيد ما ذكرته بداية الحلقة، على الجميع يعرف أن خالد شرحيلي حارس منتخبنا. الهجوم المركز وتركيز على أخطاء خالد شرحيلي معناته حرمان المنتخب من حارس جيد. إحنا بالنسبة لنا في الدوري السعودي الآن حراس الجيدين معدودين جدا. أنا ما أقول لك أن حارس مميز يدعي، لا، هو الآن الحارس اللي مناسب والحارس اللي الآن مثل المنتخب. فالهجوم عليه بهذه الطريقة هي انفعال، شيء انفعالي سريع. يبدو ردة الفعل اللي صارت برا مشكلة الأندية لما يكون في لاعب معين خطأ. يعني ما تريد عقوبة على خالد شرحيلي؟ لا، بس ما بالطريقة اللي عملوها. انشرت 9 عقوبات رح تجيب لي قبل 10 سنوات ايش كنت وانا يمكن في الابتدائية. هم ذكروا في البيان انهم يعني تكررت اكثر من مره من طيب من الجميع يعرف يعني بالتالي وصلوا الى طريق مسدود معه. يشطبونه؟ ترى نعرف لاعبين في 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 دول محترفه سبقتنا بالاف السنين، نعرف ان يحصل عندهم مثل هذه الاخطاء. خلينا نشوف عبد العزيز. والله القضيه شرحيلي حقيقه يعني يبغى له كلام طويل، لكن بحاول اختصرها. انا بتكلم عن موضوع شرحيلي من ناحيتين. اول شيء مستواه، الرجل من بدا الموسم هذا اخطاء تتكرر في داخل الملعب، يعني الأهداف هي نفسها، كرات عرضية، كرات يعني تشات من مسافة بعيدة، فاولات دخلها. يعني كله يتكرر، ما أخطاء فردية منه، أخطاء فردية ما تكرر. أعلمك ليش الأخطاء هذه ليش تتكرر منه؟ لأن اللاعب رأسه مو في الملعب، ما يركز داخل الملعب، لأنه أشغل نفسه بخارج الملعب بأمور أثرت عليه داخل الملعب. ولذلك شوف الأهداف اللي تيجي فيه، سواء الأهداف اللي في البطولة الأسيوية، الأهداف اللي في الأهلي، يعني الأهداف اللي سجلوا في الأهلي، في كل الأهداف اللي جت فيه تدخل في جميع الحراس. صراحة لا ما تجي حارس منتخب، حارس منتخب جاب لهم كاس وقبل فترة اسماعيل كاس، يعني 5 ضربات جزاء رد واحدة، يعني صار جيد الملابس مرد أبد. بالنسبة خالد شرحيلي أنا من وجهة نظري أرى أن يتمرن انفراديا حتى ينتهي عقده، ثم يصرح لأي نادي ولا يبيع عقدا كان قدر، لأن هذا اللاعب خذل الفريق، هو أحد أسباب ضياع البطولة الأسيوية. عوقب لم يرتدع، هذا واحد. ثانيا بالنسبة طبعا تعليق من أخ أستاذي الأخ الفاضل نايف، قضية أنه يعني برا، لا برا أنت مثل نادي الهلال، أنت لاعب هلالي، ما أنت في أي واحد في الشارع يمسكونك وتتمشك من الناس، أنت لاعب هلالي. خالد شرح حتى في المقطع أنت لاعب كبير. أنا الآن أنت شفت ما أنت تعرف التفاصيل اللي حصل له؟ كيف؟ أنت عارف التفاصيل؟ والله شفت صورة مزرية. أنا اللي شفت الصور ما هي بصورة على فكرة. خالد شرحيلي مو مقطع واحد ولا مقطع ولا ثلاثة ولا يا أخي معتدين عليه. لا ما يعني شفت الصورة. هي عموما التفاصيل ما يظهر. أنا أقول لك هذا هو اللي أذكره الآن. أنا لا يمكن أخوي سهل أقول لك أنت برا مضروب وأقول لك أنت تركت مثل القناة الرياضية.
يعني خلهم يكسرون عظامك وتقول لي مثل القرعه الرياضيه. لا بس احيانا احيانا مش منطق، مش منطق ما نقدر نتكلم. البطوله يكون في بيان من البند اي وكيل اعمال، وكيل اعمال نايم في العسل تبين للجمهور الان في لغط ما حد داري ايش اللي صاير وش السالفه ابدا. انا والله اني اشعر بخالد شرح لي انه مظلوم في الحمله المركزه عليه الان. لا هذا زميلنا اخوي عبد العزيز يقول يسرحونه. لا لا يقول لك الان اعطوه فرصه. يقول اخطاء فنيه، الاخطاء الفنيه الاخطاء الفنيه قيمها مدرب حراس كبار دخلت فيهم. سبب الاخطاء الفنيه اللاعب يدخل الملعب، وهذا كلام مدربين، والله كلمت مدربين حراس والله، يقول اللاعب داخل الملعب ما يركز ابد. ليش؟ من تاثيره برا الملعب. شو نقول على الحراس يدخل من بين نص الملعب فيهم؟ يعني كوره تشات عليه من بعيد اربع خمس ست مرات زين، هو نفسها تجي ما يرد في الخبر يعني. لا انا بتكلم معلش نقطه مهمه عشان ما بخص خالد، يعني انا بتكلم عن بيان. البيان هذا بيان كوارثي هذا، والمفروض إدارة الهلال اخطت في اصدار هذا البيان لسبب. اول شيء ان الإدارة نادي الهلال ادانت نفسها. كيف لاعب، كيف حارس تسع اخطاء يرتكبها ولا زال هو الحارس الاساسي ويلعب، ولا قد دورت من ضمن اللاعب اللي تدورهم يا دونيس؟ هو لم يز. انتم السبب، انتم يعني هو لم يز يا اخوي عبد العزيز. انا لا يمكن لا يمكن. انا عطني هو ابرز لاعب، عطني ثنيان نص مستوى شرحي له. طلعوا من البطوله الاسيويه وطلع الفريق بعده من البطوله الاسيويه فخرج الفريق. كيف على فكره ترى يعني في لا ممكن ينتشر خلال يومين يعني خبر عن لاعب في احد الانديه. اتمنى ما يتعاملوا معه مثل ما يتعامل مع خالد عزيز. انا اعرف هذا قبل دخل استوديو، الان عرفت الموضوع، فاتمنى ما يتعاملون مع نفس التعامل هذا. يعني اللاعبين الان عندنا انا ما اقلل منهم ولا سمح الله، لكن احيانا البعض يكون تعليمه منخفض، رد تعامله مع ما يحصل له منخفض. فهذا دور الجهاز الاداري والجهاز الاداري. لحظه، تسع تجاوزات على فكره، تجاوز الخارج. لا ترى بعضها دعم ودخلوها يعني منشطات واشياء وغياب يوم. لا 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 شوف يعني تتوقع اسمح لي نافع ان اداره الهلال تتجنى على خط شرحي؟ ما تجنى، رده فعل والله رده فعل. هو اليوم مصدروا قرار كانهم يقولوا احنا ترى عجزنا فيه، ترى عملنا مع كذا. على فكره ترى الهلال على الصعيد الاداري وعلى الصعيد الاعلامي يعني مختلف جدا عن اوقاته السابقه. لا على فكره انا بعطيك عشان اكون اكثر منطقيه، ترى اداره يعني البيان هذا انا بقوله بكل صراحه، لو فاز الاهلي على الهلال، لو فاز الهلال على الاهلي في الدوري واخذ الدوري وفاز في الكاس وتاهل النهائي، والله ما يصدر بيان وانش راح يلعب مع كوارثه هذه. صح المشكله دري في صح يصح ان 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 الشراحي اللي يخطا وتجاوز اخطاء تسع اخطاء، لكن البيان هذا كبش في ده. أيوة لا انا كبش في ده، والله رد فعل. لا هو هو اخطا، هو ما نبرع عن خطا، هو تسع اخطاء تسع تجاوزات. في المشاركات عبر هاشتاج البرنامج في تفاعل كثير على موضوع خالد شرحيلي، وفي احدهم وجه سؤال لك نايف، يقول شرحيلي يتعرض لحمله ومظلوم كيف؟ وبيان النادي ذكر انه تم انذاره تسع مرات ولا يزال يواصل تصرفاته. انا اتحداك اذا كانت اداره الهلال ذكرت قبل الحادثه الاخيره انه ثمان مرات صار له. اي هذه انا اقول يتحمل، قد يكون من الحلم. لا لا لا, لا, لا مو بحلم. انا اقول لك الواضح لنا الان اداره الهلال بالبيان هذا، ترى يا جمهور الهلال ما له دخل في المشكله اللي صارت، ترى احنا عجزنا لا نعمل مع كذا. وتتحمل اداره الهلال. نعم بالتاكيد تتحمل البيان حتى هذا. البيان أنا البيان, البيان اللي صادر من اداره الهلال هذا انا للاسف ما يصدر من اداره محترفه. انا متاكد ما سمعوا لاعبهم. تاكد لك. بعدين يقول لي وجلس معه فهد مفرج، محترم القدرات فهد مفرج، لا يمكن فهد مفرج يدير فريق بحجم الهلال. ما هو موجود الان ما شاء الله يمكن اربع سنوات الان. وش اللي عمل؟ يعني قد يكون اكتسب خبره كثير. لا شوف في غيابات وفي انفلات وفي مشاكل اداريه في بعض اللاعبين الان. هذا الان يذكرون يقول حسب تعامل اداره الكره من فهد مفرج. على فكره ترى ما ادري انا ما مؤهلات فهد مفرج، لكن مؤهلات مدير الكره لازم يكون لها صفات معينه ويمتلك خصائص معينه. موجب لاعب محتاج الى اداري محترف، مش اداري والله انا اشجع الهلال يكون في الهلال ولا اشجع النصر يكون في النصر. خليه يجلس في اداري محترف بغض النظر عن ميوله. مع الاسف من اشار، من اصدر، من كتب، من ايد هذا البيان، هذا حقيقة يعني يرتكب كارثة بحق نادي الهلال. يعني تتفق معنا يا فلان في نعم. الصعيد على الهلال على الصعيد المركز الإعلامي وأيضا على صعيد جهاز الإدارة بإدارة الفريق، ترى الهلال يفتقد الخبرة كثيرا. من يتابع ما يصدر من الهلال يلمس هذا الشيء. يعني احترامي لإخواني في المركز الإعلامي وأيضا احترامي لإخواني في جهاز الكرة.
قبل مباراة الأهلي الإماراتي وما بعد العالم مشبت على دونيس وانتقد الإدارة وليش ما، والآن عقب التسعة الأخطاء اللي ارتكبها جايين الآن في نهاية الموسم يذكرونه تكتبونها. المفروض أنا من رأيي الرأي الشخصي المفروض ما صدر هذا البيان، إدارة الزم الصمت أبعدته وكان مبعد، أنا عارف إنه مبعد إلى نهاية الموسم ظلت على المد واستعانت. طيب ممكن هم في الثمان حالات السابقة ما أصدروا بيان وخلوا الأمور تمشي زي ما هي والآن تكررت وأصدروا بيان، اضطروا لإصدار البيان. المصيبة في قضية تسع مرات، شوف تسع مرات هذه يا أخي مرة مرتين ما عليش، ثلاث مرات تبعده أصدر بيان هم بعد في نهاية الموسم. عبد العزيز حاجته يمكن الهلال منتخب في حاجته والله لا الهلال ولا أي نادي. أنا الهلال إذا كان عنده نية بيع عقده من بيأخذه بعد تسعة، يعني ثمانية شهور تسعة أخطاء كل شهر كارثة يرتكبها حق الهلال ونشوفه يلعب لو باع عقده نتوقع أنه حيستقل. بيان استباقي بيان مبني على ردة فعل لا بس وين شدة دونس؟ وين شدة دونس؟ هذا الدونس الانضباطي وتسع مرات، هذه التسع مرات هذه اللي ذكروها يتحملها تسع مرات فيه رئيس الهلال مدرب الهلال المفرج كلهم الثلاثة يتحملونها ويتحملون وهم سبب. شوف على فكرة إن كان سوى تصرف واحد الأول ما سوى شيء، الثاني ما سوى شيء، فهم الباقي الست الأشياء الباقية والسبع أشياء هو يتحملها، إدارة الهلال تحمل عبث هذا اللاعب. طيب في الخبر ذكروا إنما قام به شراحيلي ينافي مجلس الإدارة من يمثل اللاعب، ينافي مساعي مجلس الإدارة بأن من يمثل الهلال اللاعب المتميز داخل الملعب والمنضبط سلوكيا خارج الملعب. هذا صحيح، يعني لا يجي واحد يقول هذه حرية شخصية ويطلع في الإعلام ويسوي مشاكل. حتى شفنا تعليق، أنا أسمع تعليق عيب عليك يا خالد أنت لاعب كبير، يعني يعزونه النادي الهلال وهذا مو صحيح. أنا ما أحدهم هو من كان يستفزه، مو مستفزه أنا أحدهم من كان يستفزه، مشكلتنا ما نقدر حتى لو استفزاز أنت كلاعب كبير وأصبحت يعني محط انظار الجميع. يا رجل نعم كبير، تعرض لي وانا طالع وانا عائلتي، تعرض لي وانا من جانب بيتي، تعرض لي تقول كبير. لازم يكون منطقي، لازم الجمهور يتعامل مع الشخصيات الشهيره خارج. ما شروا الحد. اسمحوا لي بس ورد على الحد، اسمحوا لي عندنا مداخله الان مع الدكتور عبد الحميد المسعود رئيس الاتحاد السعودي للجمباز. حياك الله دكتور. يا هلا وسهلا، حياكم الله. اولا نرحب بك معنا في برنامج عالم الصحافه ونهنيكم بختام الموسم الرياضي. الحمد لله، نشكر فضل الله على ما تحقق حقيقه هذا الموسم. طبعا هو الموسم ينقسم الى تقريبا اربع محاور رئيسيه، المنافسات الداخليه والمنافسات الخارجيه والدورات التاهيليه والتطوير المهني سواء المدربين او حكام او اداريين، وفي معسكرات طبعا معسكرات داخليه وخارجيه. احنا الان نسال هنا ولله الحمد المحور الاول اللي هو المنافسات المحليه بحوالي تقريبا 10 بطولات مختلف الفئات العمريه، وايضا تنظيم مهرجانات للاطفال، جمباز الاطفال سميناه، مهرجان في الرياض ومهرجان في جده، وايضا شاركنا في عدد العديد من المهرجانات المدرسيه. والحقيقه السنه هذه ايضا شهدنا توسع عرضي او في دعوه الجمباز في بعض المدارس، فتحنا اكثر من 10 مدارس للجمباز في كل من المدينه ومكه وجده وجازان والاحساء وحائل والقصيم. والحقيقه هذا التوسع مطلب رئيسي لنشر لعبه الجمباز بين الناشئه، وهذا مطلب احد الاهداف الرئيسيه اللي احنا. دكتور عبد الحميد، ما هي تطلعاتكم في اتحاد الجمباز كلعبه؟ طبعا احنا واضحين استراتيجيتنا ان شاء الله انها 2020 لابد ان نكون في مصاف العشر دول الاولى في اسيا، هذا هدف رئيسي. يعني كجمباز احنا قدرنا في اسيا ان نكون من 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 اباطر في الجمباز في اسيا الحقيقه. وفق برامج وضعت؟ طبعا احنا الان شغالين. المدارس الجمباز هذه اللي الان فتحناها هي احد المحاور الرئيسيه، تتدرج فيها الى مراكز تدريب، مراكز عندنا الان في جده، في الرياض، في حائل، في الشرقيه، مراكز مهيئه كامله يقوم عليها مجموعه من المدربين الاجانب. احنا تعاقدنا مع 6 مدربين من ارمينيا لنا تقريبا حوالي سنه ونص شغالين معهم، والمستوى بدا
بدا نشوف فارق كبير في الاداء الفني سواء التكنيك او التكنيك الاداء الحركي او الستايل العام يعني. هيئنا البيئه يعني احنا لما جينا الاتحاد البيئه كانت شوي ضعيفه البيئه التجهيزات يعني ولله الحمد الان تقريبا اعتقد انها وصلت الى 80% من البيئه المهيئه للتدريب. طبعا نحتاج الى التعاقد اكثر من مدربين اكثر كفاءه. المدرب الجمباز الحقيقه من العمله النادره ان تجد مدربين في الرينج حقنا اللي هو بالذات موضوع الجانب المالي، لكن عاقدين العزم لان نحن سننافس باذن الله. احدى المحطات الرئيسيه اللي ننافس فيها الخليج انهينا موضوع داخلين على العربي باذن الله بعد بعض الدول او بعض. طيب دكتور استعدادكم الدولية للموسم القادم؟ احنا عندنا طبعا في اجنده الان شغالين عليها اللي هي المنافسات الخارجيه. حيكون عندنا بطوله الخليج الثاني عشر في قطر، ثم البطوله الدوليه في تركيا، ثم البطوله العربيه للشباب الدرجه الاولى حتكون في تونس. السنه هذه ايضا من حوالي 3 أشهر شاركنا بطولات للناشئين، واحنا نركز الان غالبيه مشاركاتها نحاول للناشئه يعني اللي هم الفريق اللي نعده باذن الله الى 2020. في معسكرات ايضا داخليه وخارجيه، وايضا في دورات اخرى خاصه بالتطوير المهني للمدربين المحليين الوطنيين، وايضا اعداد وتطوير الحكام والاداريين. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الحميد المسعود رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، شكرا لك وشكرا لمداخلتك معنا. نواصل حديثنا، طبعا ما زال موضوع خالد شراحيلي، انقسامات كثير في ردود فعل، ردود فعل كبيره. البعض يتهم كتنايف في تويتر يعني انه قاعد تلمع في خالد حتى يبتعد عن العقوبه. بالعكس انا حرف واحد ما كتبته في تويتر عن خالد الشراحيلي، بس هي بشكل سريع عشان الوقت المعلوميه فقط. انا لا انا دافع عن خالد شراحيلي لان الان نعرف انه اخطا، هناك مدير اعماله، اسحب مدير اعماله، تعامل مع لاعبك، وضح له اخطاء، ثم بعد اتخذ القرار تراه مناسب، لكن عبر الصحف ومن طرف واحد فهذا انا اراه دائما غير عادل. عبد العزيز في تغريده في تويتر من المعرف العالمي يقول ما دمر لاعبينا الا دفاع اعلام الانديه عنهم. في شوف بس يلف بشكل سريع الوقت خلاص. المفروض الاعلامي ما ينظر للاعب مع مشكله اي لاعب على انه من نادي فلاني او النادي فلاني، سواء كان الاعلامي صاحبي ولا ما صاحبي، ينظر القضيه قضيه منطقيه وقضيه واقعيه يعني. خالد شراحيلي يعني انا لما اتكلم عن خالد شراحيلي في يعني عالميا الناس تصرفهم تصرفاته وابعدوا وعوقبوا عقابا تاما. انا اتمنى يعني بس ككلمه اخيره، اتمنى يعني ان من نادي الهلال الا يكون مثل خالد شراحيلي ضمن كشوفاته وان يبيع عقده ولا يتمرن تمرين مره حقيقه. عاد صاد الراي والله اذا كذا ما راح يجلس عندنا ترى اللاعبين. لا يعني اللي مثل خالد شراحيلي موجود في رياضتنا من زمان وموجود الان اسمه موجود يمكن ما طلع ترى السطح لكن ولا موجود اذا كذا ما راح يلعب احد عندنا. لا لا يعني مش على الاطلاق مش على الاطلاق. لا اذا كل لاعب يخطي بطرد من النادي. في الهلال من في زي خالد شراحيلي ما في احد، كل اللاعبين منضبطين. في يا رجل في الهلال تجاوزات والله في تاريخ الهلال في كثير. طيب الوقت انتهى، الوقت انتهى، الحديث يطول والنقاش دائما يكون محتدما هنا في على طاوله عالم الصحافه. نايف الروقي اشكرك على مشاركتك معنا. شكرا لك، انا اشكرك. عبد العزيز العمر اشكرك على المشاركه. حياك الله، شكرا سهل وسعيد بصحبه الاخ نايف. والشكر لكم انتم مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقه. غدا حلقه جديده من عالم الصحافه وعناوين جديده. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.